طفح كيلهم وبلغ السيل الزبا. تلخص هذه المقولة حال أهل إقليم الأحواز في إيران الذين ارتفعت أصوات احتجاجاتهم على سياسات النظام الإيراني التي همشتهم وقهرتهم وقمعت تظاهراتهم بشكل وحشي. أسلوب التعامل هذا من قبل النظام مع احتجاجات الأهوازيين السلمية دعا منظمة العفو الدولية لمطالبة السلطات الإيرانية بإجراء تحقيق نزيه وشفاف بشأن التقارير التي تلقتها المنظمة عن استخدام قواتها الأمنية القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في الأحواز. المنظمة الحقوقية الدولية طالبت كذلك السلطات الإيرانية بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية ممارسة حقهم في التجمع السلمي، محذرة من تعريض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في مدينة المحمرة أو خرمشهر الواقعة بنطاق محافظة خوزستان جنوبي إيران منذ عدة أسابيع، حيث خرجت مسيرات وتجمعات احتجاجية عدة أمام مبان حكومية للتنديد بالتجاهل الرسمي من نظام الملالي لأزماتها المعيشية الصعبة، فضلاً عن قيام قوات الأمن بقمعهم بالرصاص. وباتت الأوضاع الراهنة في المحمرة وغيرها من المدن العربية داخل إيران على فوهة بركان بسبب استنزاف مواردها وثرواتها لصالح خدمة سياسات النظام الإيراني الفاشل ضمن حروبه الإقليمية التي كلفت الإيرانيين ثمناً باهظاً. وتواصل قوات الأمن الإيرانية قمع المحتجين في المحمرة بالرصاص والعنف، ما دعا باقي المدن الأحوازية مثل عبادان ومعشور والأحواز العاصمة للتضامن معهم. ويحاول النظام الإيراني تفريق تلك الاحتجاجات الحاشدة عبر اللجوء إلى القمع تارة والزج بعناصر تخريبية للقيام بأعمال عنف لاتخاذها ذريعة لقمع المتظاهرين بالشوارع تارة أخرى. ويرى المتظاهرون والمحتجون أن المدن الإيرانية وصلت إلى أعلى مستوى من التذمر والاحتقان بعد نحو 40 عاما من القمع على أيدي نظام الملالي، وأن الدعم الدولي للاحتجاجات الداخلية سيعجل من نهاية النظام الإيراني.